بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تابعنا الشوط الأول وتابعنا إعلان اللي فازت بالمركز الأول وسجلت 2:05 ضمن هذه الانطلاقات من شارة غرفة التجارة والصناعة. إذن مشاهدينا الأعزاء ننتظر أحد الانطلاقات الرئيسية، الشوط الأول شوط الجعدان. بسم الله وعلى بركة الله نسير مع البداية ونسير مع مقدمة الشوط في هذا الشوط الرئيسي للجعدان. نسير مع الحكماني من يستفتح الإذاعة، هنا السنافي، السنافي محمد بن سعيد الحكماني يقدم لنا السنافي على المركز الأول. إذن وثاني المراكز التواجد هناك، من على ثاني المراكز هناك تواجد أيضا من حامل رقم على المركز الثاني شعار الراشدي، او هنا على المركز الثاني غير الى البداية ايضا محمد بن قاسم الراشدي يقدم لنا قناد على المركز الاول في هذه اللحظات. المركز الثاني السنافي محمد بن سعيد الحكماني، وصلت الاسماء، وصل شاهين حمود بن احمد الراشدي يقدم لنا شاهين على المركز الثاني وثالث. المراكز هنا عالي صاحب القدر العالي ناصر بن سعيد بن سالم النصيري، ولعت بين القعدان، ولعت يا بابا 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 بابا. راح عالي راح على البداية، راح على المقدمة عالي، وقناد وعالي، ولكن البداية مع عالي على المقدمة عالي. ناصر بن سعيد بن سالم النصيري راح مع البداية، راح مع انطلاقة عالي في المستوى العالي. سلام يا نصيري. تهانينا والناموس لا ايضا ناصر بن سعيد بن سالم النصيري على فوز عالي بالمركز الاول. المركز الثاني قناد محمد بن قاسم الراشدي، والمركز الثالث حامل هناك ايضا مع اللجنة. تهانينا والناموس ناصر بن سعيد بن سالم النصيري على فوز عالي 2:10. تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز الاولى.